في عدن أن دماء شهداء ثورة 11 من فبراير التي اختلطت بتراب الوطن قد أنبتت عزما وثباتا على المبادئ والأهداف لدى كل أحرار وحرائر اليمن. وأوضح أن الشعب اليمني بأكمله ينتظر قرارات حاسمة من الرئيس عبد رب منصور هادي تصحح المسار السياسي والوظيفي في مختلف وحدات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية وبما يمهد للحوار الوطني الشامل. وأكد خطيب الحرية بعدن أن القرارات المنتظرة من الرئيس هادي هي تلك القرارات التي تنجز مطلب هيكلة القوات المسلحة والأمن وتعيد الحقوق المنهوبة على كافة المستويات خصوصا للمتضررين من حرب صيف 94. أيها الإخوة الأحباب، بقايا العائلة هم نسخة من كبيرهم الذي علمهم السحر، وما داموا كذلك يا سيادة الأخي المشير نقول لك أننا نطالبك بالإسراع بإقالتهم وبتنفيذ الشروط الـ20 التي تم وضعها لحل القضية الجنوبية. إلى ذلك شارك الآلاف من ثوار إب في جمعة أين القرارات الحاسمة؟ ثوار دعوا الرئيس هادي إلى سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة التي تزيل كل المعوقات أمام انطلاق الحوار الوطني. كما دعا ثوار إب حكومة الوفاق الوطني إلى سرعة الاعتراف بالائتلاف السوري الحر كممثل شرعي وحيد للشعب السوري. إلى ذلك شارك ثوار الحديدة في إحياء جمعة أين القرارات الحاسمة، مؤكدين موقفهم الرافض للمشاركة في الحوار الوطني قبل إصدار الرئيس هادي لقرارات تنهي انقسام الجيش وتقيل بقايا العائلة. وطلب ثوار الحديدة كافة المكونات الثورية في مختلف ساحات الحرية والتغيير إلى الاستعداد للمشاركة الفاعلة في الغضب الثوري حتى تحقيق كامل أهداف ثورة 11 من فبراير. احتشد الآلاف من أبناء محافظة حجة بساحة الحرية بحورة لأداء صلاة جمعة أين القرارات الحاسمة. خطيب الجمعة الشيخ عبد الله صعتر أكد على أن ثورة 11 من فبراير السلمية جاءت لتحرر الشعب اليمني من مخلفات الاستبداد والاستعمار. وقال صعتر إن الثوار يعذرون الرئيس هادي على التدرج باتخاذ القرارات، لكنهم لن يعفوه من استكمال تحقيق أهداف ثورتهم.